بسم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين المبعوث رحمه للعالمين سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ايها الاخوه المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سنقرأ على حضراتكم الحديث التالي الذي أخرجه الإمام البخاري في كتاب البيوع وفي كتاب الكفالة التي وضع ترجمتها بقوله باب الكفالة في القرض. والديون بالابدان وغيرها والكفاله هي التزام حق ثابت في ذمه الغير التزام حق ثابت في ذمه الغير او احضار من هو عليه او هو عين مضمونه بالابدان وغيرها الذي يكون كفيلا يكون ضامنا واورد في مقدمه هذا الباب قول ابي الزناد عن محمد بن حمزه عن عمرو الاسلمي عن محمد بن حمزه بن عمرو الاسلمي عن ابيه ان عمر رضي الله عنه بعثه مصدقا يعني جامعا للصدقات فأخذ حمزه من الرجل كفيلا حتى قدم على عمر وقال حماد اذا تكفل بنفس فمات فلا شيء عليه وقال الحكم يضمن قال ابو عبد الله وقال الليث حدثني جعفر ابن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ذكر رجلا من بني اسرائيل وشرع من قبلنا شرع لنا ذكر رجلا من بني اسرائيل سال بعض بني اسرائيل ان يسلفه الف دينار فقال ائتني بالشهداء اشهدهم فقال كفى بالله شهيدا قال فاتني بالكفيل الضامن الذي يضمنك قال كفى بالله كفيلا قال صدقت فدفعها اليه اعطاه المبلغ الذي طلبه منه وهو عباره عن الف دينار طلب منه قبل ان يعطيه شهود قال كفى بالله شيئا طلب كفيل قال كفى بالله كفيلا الله كفيل وضامن فوافقه وقال صدقت فدفع اليه المبلغ الذي طلبه وهو الف دينار وحدد معه موعدا للسداد دفعها اليه الى اجل مسمى فخرج في البحر سافر وركب الباخره فقضى حاجته ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للاجل الذي اجله فلم يجد مركبا فاخذ خشبه فنقرها فادخل فيها الف دينار وصحيفه منه الى صاحبه ثم زجج موضعها عالجها بدقه حتى لا تبتل بالماء ثم اتى بها الى البحر فقال اللهم انك تعلم اني كنت تسلفت فلانا الف دينار فسالني كفيلا فقلت كفى بالله كفيلا فرضي بك وسالني شهيدا فقلت كفى بالله شهيدا فرضي بك واني جهدت ان اجد مركبا ابعث اليه الذي له فلم اقدر لم يجد مركبا حتى يصل الى صاحبه ليعطيه المبلغ في الموعد المحدد فهداه تفكيره الى ان يبعثها عن طريق البحر في خشبه يزججها يعالجها بطريقه ودعا ربه متوكلا عليه ان يوصلها اليه وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر وإني أستودعكها يعني جعلتها وديعة عندك يا رب فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه يعني حتى دخلت فيه ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس أيضا مركبا لانه لا يدري هل ستصل الى صاحبه ام لا فاخذ يلتمس مركبا يخرج الى بلده فخرج الرجل الذي كان اسلفه الذي اخذ الدين خرج ينظر في الموعد هل حضر صاحبه هل جاء بالمبلغ الذي اقترضه منه خرج الرجل الذي كان اسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله فاذا بالخشبه التي فيها المال فاخذها لاهله حطبا لقد خرج الرجل صاحب المال ينتظر مركبا ياتي يجيء بماله فاذا بالخشبه التي فيها المال فلم يتصور ان يكون في هذه الخشبه مال ولكنه اخذها لاهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفه التي كتبها صاحبه ثم جاء بعد ذلك الرجل الذي كان اسلفه واتى له بالالف دينار فقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لاتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي اتيت فيه الان قال هل كنت بعثت الي بشيء قال اخبرك اني لم اجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال فان الله قد ادى عنك الذي بعثت في الخشبه فانصرف بالالف دينار راشدا يعني وصلت له الخشبه ونشرها ووجد الالف دينار ووجد الصحيفه التي كتبها في الحقيقه لما قطعها وجد المال والصحيفة وجاء بالألف دينار في رواية للحديث في رواية أبي سلمة ثم قدم بعد ذلك فأتاه رب المال يعني صاحب المال فقال يا فلان مالي قد طالت النظرة يعني الموعد تأخر فقال: أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي، وهو الله، لأنه قال طالبًا ضامنًا وكفيلًا فقال: كفى بالله كفيلة، فقال: صدقني، فقال له: أما مالك فقد دفعته إلى وكيلي، وأما أنت فهذا مالك. وفي حديث عبد الله بن عمرو فقد ادى الله عنك وقد بلغنا الالف في التابوت اللي هي الخشبه فامسك عليك الفك نحن هنا امام قصه صحيحه واخبرها بها سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاءت في اصح كتب السنه. واوردها الامام البخاري في كتاب الكفاله. وقصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانها حدثت في بني اسرائيل. وشرع من قبلنا شرع لنا. لكن انظر الى انسان يضع مبلغا كبيرا في خشبه وارميها في البحر واقول يا رب وصلها لفلان هل من الممكن نفعل هذا الان طبعا لا هذا انسان توكل على الله وله مقام في التوكل خاص به لا ينسحب على كل انسان طبعا نحن الان في عصر ممكن يصل المبلغ لصاحبه عن طريق البنوك التي تتعامل عن طريق المواصلات التي تطورت الى اخره. لكن كان هذا في عصرهم حيث لا يوجد هذا التطور ولا هذه المواصلات ولا هذه الطرق والبنوك التي تفعل ما تفعل. لكن لا ينسحب هذا على كل انسان ولا في كل عصر. ولذلك يقول شراح الحديث: وحال هذين الرجلين الذي اعطى المال ولم يجد مركبا يصل الى صاحبه فهداه تفكيره ان ياخذ خشبه وان يضع فيها المال وان يرميها في البحر وان يدعو ربه ان يوصلها الى صاحبه فتصل فعلا الى صاحبه يقولون حال هذين الرجلين خاصه بمقامهما يعني لا استعملها انا ولا انت هذه حال خاصه بمقامهما وبحالهما في التوكل على الله يعني خاصه بمقام ومنزله ومكانه كل واحد من الشخصين في القرب من الله وخاصه بحالهما في التوكل على الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا والرسول عليه الصلاه والسلام يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله كل هذه النصوص من الكتاب والسنه تدعون الى حسن التوكل على الله ولكن ما حدث في هذا الحديث من موقف هذين الرجلين خاص بهما وبمقامهما وبحال توكلهما على الله فلا ينسحب على سائر الناس في المعاملات. في هذه القصه التي قصها علينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في من كانوا قبلنا من بني اسرائيل هي حدثت وجرت وقائعها كما اوردها الحديث الذي قراناه الان وهي في الوقت نفسه تبين قيمه التوكل على الله ومنزله من يتوكل على الله بحق وبصدق وان رب العزه سبحانه وتعالى يكون حسبه وكفيله ومؤيده وحافظه كما قال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا فهي تعمق ايمان المؤمنين بالله سبحانه وتعالى وتوثق قيمة التوكل على الله، لأن المتوكل على الله في يقينه أن كل شيء بيد الله، وأنه وحده المدبر والمتصرف في هذا الكون، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ومن ساله اعطاه ومن استعان به اعانه ونردد في كل صلاه وفي كل فاتحه كتاب اياك نعبد واياك نستعين يعني لا نعبد الا انت ولا نستعين الا بك هذه القصه حدثت لمن قبلنا واذا كان شرع من قبلنا شرعا لنا فان حال هذين الرجلين خاصه بمقامهما لا نجعلها تنسحب على كل الناس وان حالهما في التوكل على الله خاصه بحالهما لهما حال ومقام في التوكل على الله عظيم بلغ بهم انه حين يتوقع انه حين يرمي في البحر بخشبه فيها المبلغ الذي يريد ان يصل الى صاحبه فيصل فعلا اليه ويخرج على نيه انه اخذ خشبه يستعملها حطبا فيجد فيها المال هذا طبعا شيء بقدره الله يسره الى من قبلنا ولهذين الرجلين لما لهما من مقام وحال في التوكل صحيح شرع من قبلنا شرع لنا لكن في امور خاصه هناك امور خاصه لا تنسحب تكون كما يقولون وقعت حال وعين لموقف معين وزمن معين وظروف معينه حال هذين الرجلين خاصه بمقامهما وخاصه بحالهما في التوكل على الله فلا تستعملها انت الان وتقول سارمي في البحر بالمبلغ لا هذا خاص بمقامهم وهناك نظائر لبعض احاديث اخرى في وقائع معينه خاصه بمقام صاحبها وبحاله لكن هي في الوقت نفسه توضح لنا انه ليس الشيء بعيدا او مستحيلا لان مدبر الكون وخالق الكون ومصرف الامور هو الله وهو على كل شيء قدير وتؤكد على اهميه التوكل على الله فيستنبط من هذا الحديث اولا الترغيب والحث على التعاون وإقراض المحتاج وجواز الأجل في القرض وأنه يجب على المقترض أن يفي بالحق وألا يسوف في أدائه بل عليه أن يجتهد في وصول الحق إلى صاحبه ما استطاع إلى ذلك السبيل أخذت حقا من إنسان اجتهد مهما كانت الظروف من أخذ أموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها اتلفه الله ولذلك نرى ان الرجل الذي اخذ المال اتاه قدر ما استطاع لم يكن في وقتها طيران ولا وسائل مواصلات ولا بنوك ولا ما حدث في الحياه من تطور منحه الله للعقل البشري اختصر به الاجراءات والازمنه فلكن اجتهد الرجل قدر ما استطاع حتى هداه تفكيره الى ان يضعها في خشبه ان يرميها وان يسال ربه الذي اختاره كفيلا وشهيدا فوصلها فعلا للصاحب وليس معنى هذا ان هذا يستمر في كل زمان وفي كل مكان وفي كل إنسان إنما يؤكد لنا حقيقة هامة أن للتوكل على الله منزلة كبرى نسأل الله أن يجعلنا من المتوكلين عليه إنه نعم المولى ونعم النصير وبالله التوفيق وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته